صداميين هو ما يفكر انه في عشاير، والله لو ان بظهور السيارات غير نفوت عليهم وناخذ حقنا بالصاع وافي. نظرا لصيد الرجل ويا سبع القنطره، رحنا ارض طيب شقفها لو تصير الزمن. هو ما يفكر انه بهذه الطريقه احتفل الانباريون باليوم الوطني العراقي في مدينة رمادي في غرب العراق. هذا العلم السعودي منه. الفاخر والزور سجننا ضد مواطنا يا سود وجوها من الخوف اذا ذكرونا عادينا على ما نطلع. ادنيب يا ادنيب الكرم، ادنيب يا راس الهرم، اللي يعاديها انصدم برجالها وامجادها. كنت هكذا، انا كنت انا من اهل الانبار، والانبار نواصب، لاحظ يعني يحبون معاويه، وعلي ما عنده مشكله، ما مش 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 بتاعنا هذا علي.